السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتكم انشغالات امراه جزائريه. نروحوا مع بعض نشوفوا الموديل اللي لبسته اليوم، سميه سماش في الو شاف. كما رانا نشوفوا هذا الموديل فيه عده الوان، راح نشوفوهم كامل مع بعض. بالنسبه للصفحه فوق الفيديو اللي حبت تدير الطلبيه، نروحوا مع بعض ونشوفوا الموديل هذا واش يوالم في هذا الصيف. شوفوا قماش خفيف، حاجة يعني توب، نروح مع بعض نشوفوا كامل الألوان اللي في هذا الموديل. نبدأ باللون الأول، هي عدة ألوان كما سبق وقلت لكم. شوفوا لون آخر، هذا هو اللون اللي لبسته اليوم سومية. وعندهم عدة موديلات راح نشوفهم تاني مع بعض. أني خليت لكم الصفحة في أول الفيديو اللي حبيت أدير طلبية عندهم. نروح مع بعض ونشوفوا الموديل الثاني اللي عندهم. كما هذا الموديل الثاني الشباب بالنسبه للعرايس اللي راه معانا اللي راهم يجهزوا. هذا الثاني فيه عده الوان، عندهم عدة يعني ألوان في هذا الموديل. خذوا دخلوا للصفحة ديالهم اللي كانت حطيتها في أول فيديو. عندها لي موديل بزاف شابين بالنسبة للعرايس اللي راهم يجهزوا معانا. نشوفوا موديل آخر، كما نشوفوا هذا الثاني موديل أشباب يوالم هذا الصيف. وده تاني فيه عدة ألوان، نشوفوا لون آخر. وبهذا نكون كملت الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. بالنسبه للصفحه راهي في اول الفيديو، مرحبا بالجميع.